اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان. كم يحزنني حقا أن آتي بهذا الفيديو لهذا اليوم، وكم يحزنني أقول مثل هذا الكلام عن امرأة مسلمة وعربية وتعبد الله لكنها لم تعبده كما يجب، وأنها لم تتوكل عليه كما يجب. قطتنا اليوم في مصر، للأسف الشديد هذه السيدة المسكينة رزقها الله على حسب رأيها ورأي أهلها بذرية البنات، أنجبت 4 بنات، مما اضطر زوجها إلى الزواج عليها، وحملت زوجته وأنجبت صبيا. حقدت الزوجة على زوجها لأنه أنجب الصبي من امرأة لم تيأس، قالت سأحمل هذه المرة، وبالفعل بعد أن أنجبت 4 بنات بعد أن تزوج عليها زوجها أنجب صبيا من زوجته الجد. فما كان من تلك المرأة أن قاست كثيرا في حملها، وخصوصا وهي ترى بأن زوجها يهتم أكثر بذرتها زوجته الجديدة، وبعد أن أنجبت له الصبي ويداعبه ويجلس وقتا أطول عند زوجته. المشكلة ليست هنا، المشكلة بأن الأطباء بعضهم قال لها أنها ستنجب فتاة، والبعض الآخر قال لها بعد صور الأشعة بأنها ستنجب صبي، وكان الأمر متذبذبا بين أنها ستنجب صبي وأنها ستنجب فتاة، لكن الزوج لم يعد مهتما كثيرا لأن الصبي الذي كان ينتظره، مما جعل تلك المرأة تصاب بالأحب. وجاءت لديها ابنة خالة بقيت عندها في الشهر 9 الذي ستلد به على أن تقوم بخدمتها، لأن بناتها صغار بالكاد، أكبر واحدة عمرها 10 سنوات. وفي آخر تصوير قامت به قالت لها الطبيبة ربما هي فتاة وربما هي صبي متكوكر على نفسه، ولا نستطيع أن نضمن القول بأن نقول أنها فتاة أو صبي. أصيبت المرأة بالأحب. قالت لها ابنة خالتها قبل أن تدخل إلى غرفة المخاض، بعد أن جاءها المخاض، عذبتي نفسك لي مدامك أنت عارفة أنه ذريتي كلها بنات، هو خلاص جاب الولد اللي هو عايزه، جبت بنت جديدة وهم جديد وبلوى جديدة على القلب. قالت لها كالمرأة المصرية، مش مهم أجيب بنت أجيب ولد، إن شاء الله أجيب تعبان. نعيد الكلام كما هو، مش مهم أجيب بنت أجيب ولد، إن شاء الله أجيب تعبان، المهم ألد عشان أنا تعبان أوي. دخلت غرفة المخاض بعد أن قالت هذه الجملة التي التصقت في آذان من ابنة خالتها، تعذبت وهي تنجب هذا في العذاب غير طبيعي، ولدته طبيعي لكنها أحست بألام ما أحست بها ببناتها 4 أبدا. لكنها عندما أنجبت الطفل أعزائي المستمعين والمستمعات لم تسمع صراخ الطبيبة والممرضات الاثنتين الذين سارعوا بشكل فوري إلى جلب طبيب ثاني وثالث ورابع للنظر إلى ذلك الطفل. لم تلد طفلا بشريا، قد ولدت صعبة. عندما قالت أنجب بنت أو فتاة لم تقل إن شاء الله، وقالت إن شاء الله أجيب تعبان، فقدمت المشيئة قبل أن تقول كلمة ثعبان، وليس قبل أن تقول بنت أو صبي فولد. الصور أمامكم أعزائي المستمعين والمستمعات، انظروا إلى الطفل، إلى عينيه، إلى الأسنان، الأنياب التي تكون موجودة. الطفل مولود من بطن أمي لديه أنياب أفعى، انظروا إلى الأسنان، انظروا إلى شكل الأذان، إنها أذان ثعبان، انظروا إلى القدمين، إلى اليدين، سنحاول أن نقرب الصورة قدر الإمكان. تنظرون إلى جلد الثعبان كيف يكون مموه، انظروا إلى التموهات بين اليدين القدمين، حتى أنه لم يكن لا فتاة ولا صبي أبدا. بالنسبة لمنطقة تحديد الجنس لم تكن واضحة أبدا عند الأطباء بأنها فتاة أم صبي أبدا. الشكل عيون ثعبان، آذان ثعبان، جلد ثعبان، أسنان ثعبان. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. من يتحدى الله؟ من يتحدى الله أعزائي المستمعين والمستمعات؟ استغفر الله العظيم وأتوب إليه. أنا لا أريد القصة لكي أفضح أحد ما أبدا، وإنما لكي أقول لكم أن تحاسبوا نفسكم على كل كلمة تقولونها، ولتعلموا أن لا أحد يتحدى الله في الحي، لا يصرخ، إنما يفح كفحيح الأفعى، كفحيح الثعبان، يخرج منه صوت مثل فحيح الثعبان، عافانا الله وعافاكم. أما مصير الطفل الآن فهو مجهول، ولا نريد أن نتحدث فيما أنه بقي على قيد الحياة أو لا، ولكن تلك المرأة ولدت ثعبانا بعد أن قدمت المشيئة بكلامها، حدت الله قبل أن تدخل المخاض بكلمة إن شاء الله أجيب، قالت أجيب بنت أجيب ولد، لكنها تقول إن شاء الله، وقالت إن شاء الله أجيب تعبان. فجاء أتمنى من كل امرأة ومن كل رجل، من كل أم ومن كل أب، أن لا يدعو على أولادهم أن يتحدث
يتحدوا الله بأمور يعلمون مسبقا بأن الله لا أحد يتحداه وبأن الله قادر على كل شيء، وهو الذي يصور في أرحامكم ما يشاء ولا يعلم ما في الأرحام الله سبحانه وتعالى. أكيد شعور فظيع الأم تعيشه الآن عندما أنجبت ثعبان وعلمت أن كلامها كان هو السبب. اتقوا الله، بأن الله في أنفسكم وفي أهلكم وفي أولادكم، واعلموا بأن الله يرى وبأن الله يسمع وبأن الله قريب. جيبوا دعوة الداعي إذا دعاه. وأنت عزيزي المستمع والمستمعة لا تعلم متى تكون ساعة الاستجابة لأي دعاء منكم، فاجعلوا دائما لسانكم رطبا بذكر الله وبقول الكلام الصالح، ولا تدعوا لا على أنفسكم ولا على أهليكم ولا على بناتكم إلا بالخير، لأن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والله يعطي الإنسان درسا قاسيا في بعض الأمور عندما يجد أن هنالك خللا في عقيدته وإيمانه بالله. لن أعلق أكثر من ذلك، وإنما أقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وربي لا تقدر علي ولا على أي مسلم أو مسلمة مؤمن ومؤمنة شيئا ما يكره، واللهم لا تحاسبنا بدعائنا على أولادنا في ساعة الغضب وإن كانت ساعة مستجابة، أو حتى على أنفسنا، إنك أعلم ما في القلوب كما يقولون، أنت أعلم بحالي يا رب وغني عن سؤالي. إن أعجبكم المقطع فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إذا كان هنالك قصة مشابهة لما أوردناه في هذا اليوم أعزائي المستمعين والمستمعات، نتيجة تكبر الإنسان وتجبره على ما يعطي الله من عباده. تستطيعون أن تذكروا ذلك في التعليقات، على ذلك يكون درسا مميزا لبعض الأشخاص الذين دخل الشك في عقيدتهم وفي اتكالهم على الله. تعليقاتكم تهمنا ورأيكم محط اهتمام بالغ منا، ولا سيما أنا شخصيا سأرد على التعليقات. وشكرا لحسن الإصغاء، وأهلا ومرحبا بكم في قناتنا، ولا تنسوا أن تشاركوا المقطع مع من تحبون حتى يصل لأكبر شريحة ممكنة من الناس، وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.